ما شاء الله ما شاء الله، هاي ليديا عم تساعدنا، هاي معكرونة باللبن على السريع على السريع على السريع. 5 دقايق بنحط لحم مفروم، تمام. بعدين بنحط صلصة بجبنا اياها ابو محمود ضياء ابي من بسمة، مطاعم بسمة، الله يحفظ مطاعم بسمة ويحفظ ابو محمود، او بجبنا يا ابو كرم صالون اللؤلؤة، ما شاء الله ما شاء الله على صالون اللؤلؤة، أو بتجيبها مرت عمي اللي هي صبيحة أكبينار، الله يحفظ عيلة أكبينار جميعا. هما طبعا اللبن هاي بنحركه هيك، put little bit little bit. You put already you put no put little bit don't put too much because حسين he don't like. okay ف الله يحفظ الجميع. على سيرة اللي صار قبل فترة بين المنتخب التركي فنربحشة وجالاتاسراي، أنا بحب كل الناس طبعا، ممكن أميل لفريق الهلال، بقول لك فريق البنات، وجالاتاسراي بتركيا وفريق الهلال بالسعودية ممكن أميل إلهم، بس إنه أنا بحب كل الكل يعني، بشجع الجميع. المنافسة الحلوة أكيد حلوة أحسن من المنافسة اللي هي بتأدي لتعصب، المنافسة الشريفة ما يكون في تعصب بالموضوع، عشان ما نروح مواضيع كتير. فهم ايش سووا؟ الجماعة أهل السعودية الله يحفظهم جميعا طبعا، حاولوا حابوا يستضيفوا المباراة اللي هي فيها السوبر اللي هو نهائي كأس دوري التركي جالاتاسراي وفنربحشة أو بشكتاش، ناسي أعتقد فنربحشة. فهم حبوا يرفعوا علم اتاتورك، علم اتاتورك هو مؤسس الدولة التركية، يعني هم بيعتبروه انه شخص كتير مهم، وهن هنا بالسعودية المملكة العربية السعودية بيعتبروه انه هو معادي الاسلام. احنا بنحترم جميع الناس، بس اكيد بما انه احنا في ملعب السعودية لازم نحترم قوانين البلد. اللهم استعان، سلم اليك وقلبكم، احنا مع الجميع، الله يحفظ المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، مملكة الأردن الهاشمية، مملكة المغربية، جميع الممالك، جميع الدول، جميع الناس. هاي الصلصة قلنا جبنا اياها صبيحة اللي هو مرت عمه اللي هي بمثابة والدتي، حطينا هون الصلصة فجبنا اياها من تركيا، وهي طبعا اسم اتاتورك، واصلا زوجته اسمها كمان صبيحة، مطار صبيحة في اسطنبول في مطار اتاتورك. فهم كل الأتراك على مختلف مذاهبهم وأديانهم وطبيعتهم وعمرهم بيحبوا أتاتورك، لأنه هو المؤسس، مؤسس الدولة التركية. اللهم استعان اللهم استغاث، قدر المستطاع نحاول احنا نحول الأمور، ما نتعصب ونقول هذا صح وهذا غلط وهذا، بس أكيد احنا بما أنه احنا في المملكة العربية السعودية لازم نحترم قوانين البلد. هما ما قصروا، حاولوا يستضيفونا بالرياض، والجماعة أصروا أنه يحطوا صورة أتاتورك. احنا نحترم الجميع طبعا، بس لازم يسمعوا الكلام، ما سمعوا الكلام بدهم يعني يأجلوا المباراة أو تتأجل، واحنا مع أكيد الحب، الحب إذا صار بين الشعوب بين جميع الناس كلها كل المشاكل بتخف، خصوصا بين الملوك وبين العلماء وبين، اللهم استعان اللهم استغاث. هلا نروح فيديو تاني.